في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله، يقول هل هناك فرق بين التوكل وبين حق التوكل؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني جائعة وتروح بطانا يعني شبعانة. الطير ما عنده شيء في المكان الذي يأوي إليه، وعنده شيء ما عنده شيء إلا منه أصبح طار ويسر الله له، لأنه متوكل على الله. طير ما عنده شيء يدخره لا في بيته ولا في مخزن ولا في شيء. وكم الطيور يا أخوان اللي تعيش في الجو وفي الكون كلها رزقها على الله سبحانه وتعالى، ما في طائر مات جوعا أبدا. نعم يموت بمرض يموت بإصابة، أما يموت جوع ما في طائر وطيور تموت جوع إلا إنساني مخزونه ومغلق عليها، أما إذا أطلقت فلا تموت جوع، تطلب الرزق والرزق ميسر لها في كل مكان. نعم.